السلام عليكم اصدقائي عبد الرحمن، في حلقه جديده من العاب طماطم. في عندنا لعبه جديده رهيبه الكل بيستناها، ما عمرنا سجلنا لها فيديو، هذا اول فيديو راح نسجلها. انا شخصيا اول مره راح العبها، راح العبها معاكم تمام. دائما بس نلعب احنا، سواء بهز الحديد، بشارع الموت، وبكثير من الالعاب احنا بنكون قاعدين بنهجول وبنركض بالسياره تبعتنا وبنعطي خمسات وكذا وبنهجول، وورانا الشرطه. بهاي اللعبه تحديدا راح نسجلها اليوم، احنا راح نكون الشرطه تمام. فنبلش الجيم، مش راح نطول. في عندنا السيارة كراون، في عندي المصفحة همر، وفي عندي الكامارو تمام. بالأول هاي بس فاتحة، وبعدين الثانيات نفس الشيء، بجمع فلوس عشان تفتحها تمام. فنبلش. إيش في عندي؟ في عندي كمان أكثر من ماب، في عندي الجريمة والسطو والسرقة، وفي عندي هجوم مسلح. وهم فاتحيننا هجوم مسلح أول شيء، أكثر شيء محمد صراحة هجوم مسلح. أوكي، هجوم مسلح. فنبلش بهجوم مسلح. إيش بيحكي لي؟ بيحكي لي إنه في عندك تطوير، تقدر تطور السيارة. في عندك السرعة القصوى للمحرك تقدر تطورها، والتسارع تقدر تطوره، قوة المحرك والتحكم وكل شيء. أعتقد السعر 1000 لحد الآن، كل شيء ما واحد من 6 تمام. فإذا جينا مثلا نطور المحرك، إيش بده يحكي لي؟ أنا بعدي قاعد أجرب معاكم، يعني ما جربتها تمام. يمنحك قوة دفع أكبر، وهذه القوة تزيد من سرعة السيارة، تخفض على المجرمين. تكلفة 1000. طب أنا كم معاي؟ معاي 2600. طيب خليني بالله أطور هاي واحدة. أوكي، فتح، طورنا، صار 2 من 6. شوف صار مكتوب 2 من 6، المحرك 2 من 6، والسعر تطوير ثاني كم صار؟ 2000. أوكي خلاص، نبلش هسا. إيش نروح على التالي؟ شرطة التدخل السريع اسم اللعبة. أوكي نبلش. علمت علمت، تعال يا حرامي يا كلب، والله نمسك بس نفر مفرم. أوكي يلا 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 يا حرامي. طبعا هو إيش بصير يهبل فيك، هاي المتعب اللعبة، هو بصير يهبل فيك وأنت إيش بدك تجيبه، بدك تعرف. شوف أنا هسه راح ألف له من هون، أتوقع وين بده يروح أجيبه. تعال يا أزرق، صف على اليمين يا أزرق يا معفن. يلا 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 يلا. اوكي وين راح الحقير؟ والله انه يا اخي بسوق بس يا متهور. تعال شوف، نقصت من طاقته شوي بس ايش ما مات. هسه لازم اضلني اصدمه لحد ما اموت. فجرته يس. شوف كيف ولع، احترق كله. ربحت 300 نقود، شايفين كيف؟ يعني بمنتهى السهوله تربح نقود، يعني بس لعبنا على طول ربحنا 300. طيب اوكي، نجرب معانا 300، ويخليني اطور مثلا كمان التحكم عشان لما اصير الف يصير الف معي صح. تطوير فتح. اوكي التالي، شرطة التدخل السريع، انطلق. نفس الحرامي والله ما بتوب يا اخي، دائما نفس الحرامي. اهبل. انا ما اسكو هسه، شو لو اتركه راح يهرب. المشكلة لازم اجيله بقوة، يعني لازم ارجع، يا رب ما يهرب. يس فجرته. فيلينج تبعه انت بتسوق جدا جميل، انه انت الشرطي بتكون ومسوي فيها، يعني تحافظ على امن البلد والحرامية والنصوص. طيب اوكي، فخلص مش راح اطول كمان باللعبة. اعتقد فكرتها واضحة، راح تكون جاهز ان شاء الله على الستور وموجودة في فترة اسبوع. حكينا عنها، احنا نزلنا عنها صورة بسيطة على الانستغرام حسابنا، بس ما فصلنا فيها. اول مرة بنعرضها لكم. سووا لايك وشير وسبسكرايب، وتيقوا اصدقائكم اذا بتشوفوا الفيديو، وانشروه عشان لما تنزل يكون الكل عارف عنها ومستعدين لها تمام. استنونا في غضون اسبوع ان شاء الله تكون موجودة، ونشوفكم الفيديو القادم. السلام عليكم.